يستهل نادي اتحاد العاصمة غمار كأس الكونفدرالية الإفريقية باستضافة سان إيوالو بوبوا الكونغو لهذا الأحد بملعب 5 جويلية الأولمبي. الاتحاد الذي بلغ دور المجموعات بعد الفوز على فريق كاب تاون سيتي الجنوب إفريقي بقيادة المدرب الأسبق بوعلم شارف يعول على انطلاقة جديدة وتفادي أي مفاجأة غير سارة. ويسعى أشبال المدرب الجديد عبد الحق بن شيخ المنتشين بفوزهم العريض على أمل الأربعاء بثلاثية كاملة في البطولة الوطنية لتحقيق بداية قوية في البطولة الكونفدرالية. المشاركة الأخيرة للاتحاد في المسابقة كانت موسم 2017-2018 أقصي يومها على يد النادي المصري بهدف دون رد ذهابا وإيابا. وفي سياق متصل قامت إدارة مركب محمد بوضياف بتخفيض سعر تذاكر اللقاء وتحديده مقابل 500 دينار جزائري حتى يتسنى لأبناء سوسطار التواجد بقوة في الملعب. الجزئيات والخصوصيات تتغير في المنافسة الإفريقية سيما وأن الطاقم الفني شهد تغييرات جزئية، فكيف سيتعامل محنك بن شيخة مع الظرف الراهن وهو الذي أدلى في الندوة الصحفية أنه سيقاتل إلى آخر دقيقة؟ هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.